السيد المندوبين جودا في الحياه. زي خويا تلهجمي رينا تو الحظ قدام الوزاره لهنا. والله يا التجمع العمالي هذا كنت يعني يتمثل انه معناتها الناس هذوما جايين باش يدافعوا على حقوقهم فهمتني، لانه تعدد الجلسات يعني مع رئيس الاداره واللي هو الرئيس المباشر ومع السلطات الجهويه فهمتني، ما لقيناش حتى اعلان ساري معناتها فيما يخص يعني حتى ويتمثل الاقسام تاعنا هذايا في السيد رئيس اداره الماليه هذايا فهمتني، مارس برشا ظلم برشا يعني اخطاء على العمال هذوما في التغطيه الاجتماعيه في الاجور نتاعهم، ماهوش معناتها حتى في التعاون نتاعهم ماهوش متعاون يعني على النقابه انه باش نحلوا المشاكل معناتها تتحل بصفه وديه مثلا بين النقابه وهو كمسؤول في نتاع الماليه، ما لقيناش حتى يعني حتى حلول ما وصلتوش حتى حل يعني عندكم مده كانوا مع السيد هذايا مع السيد هذا اللي هو رئيس اداره الماليه والا المندوب الجهوي، رغم ذلك انه فهمتي طلبنا معناتها انه معناتها برحيل والسيد هذا فهمتي لانه اصبح غير مؤهل انه باش يحل مشاكل العباد هذه فهمتي، كانوا معناتها كان مسؤولين حابين معنا السيد هذا صحيح. لكن بخصوص الموضوع نتاع رئيس الهيئه الماليه موضوع قديم، هو وقت اللي جات الثوره خدام والنقابه ضد القناعه ضد النقابه اللي هذا لازم رفضوه وعملنا تقرير فهمني صح فيه الوزير شعبان ومشى السيد الوزير وقعدنا نتابعوا وجاء عصام توقع عصام التقرير على اساس باش نحل المشكله هذه ننظروا في الملف نتاعه فهمني، وعطيناهم برشا وقت وجاوبونا ما جاوبوناش وصارت جلسات اخرى فهمني فيما يخص الملف هذا وكان في وعود فهمني، ودخلوا حتى الظرف الاجتماعي نتاعه على اساس تو في الصيف في كان ياخذوا فيه اجراء اذا كان معناتها حسب التقرير معناتها ملفه حسب الملف وحسب ما جاء في الملف ياخذوا فيه اجراء في الصيف معناتها نظرا للظروف الاجتماعيه، وما صار شيء في الصيف وعملنا تفكير اول وتفكير ثاني للوزاره باش يجاوبونا اقل شيء يجاوبونا بالك احنا غلطين والمؤيدات اللي عندنا غلطه ما جاوبوناش، عملنا بقيه اضراب صار جلسه صحيه ما تحلتش الاشكال على المستوى الجهوي، مشينا للوزاره قابلنا السيد كاتب العام اطلق قال الملف اللي بعثته والتقرير راه ما لقيتوش وهذا مش معقول في اداره في وزاره فهمتني، ملف يمشي معنا الاشاره ويضيع فهمتني، حتى شكوك ما تولي الداخل في الملف السيد هذا اهمال وقال يجيبوا لي تقرير اخر ولينا ونجاوبكم في ظرف اسبوع وهزينا له تقرير اخر مؤيداته فهمتني نسخه من التقرير القديم عنه وما جاوبناش سيد كاتب العام، وجاء عملنا احنا تسجيل اضراب على ضوء الجلسات هذيك وجاء الاضراب وعاودنا حاولنا باش نحلوا ديما نحاولوا باش نتفاداو الاضرار نظرا للظرف معناتها الاقتصادي نتاع البلاد كنقابه مسؤوله باش نحلوا المشكله وخاصه المشكل معناتها تاع ملف ومشكل قديم حاولنا باش نحلوه بالحوار فهمتني وبالسلطة المعنية والوزارة والإدارة المعنية باش تتدخل في الموضوع بحكم اللي قد برشا وفي برشا وعود وما نحبوش طالت المدة طالت المدة ما جاوبوناش ما نحملوش مسؤولياتهم فهمتني، هددنا عزلنا عطيناهم فرصة عن إضراب أربع أيام زدنا هجلناه وصار التزام أدبي الإضراب صار في جانفي الإضراب هذا الأربعين جانفي يا اما هذا التزام ادبي من السلطه الجهويه ومن السيد المسؤول الاداره والمصاحب قالوا يا اما من هنا للخمسه نحاول نعمل اتصالات مع الوزاره باش تجاوبنا على الاقل على الملف، واذا كان ما استناش وخذينا الرد يمدوا له بالكونجي باش نحافظوا على المناخ السليم داخل الاداره، خاطر الخدامه معناتها وصلوا لمرحله معناتها غير قابلين لهالتماطل معناتها حتى احنا من دقيقتنا مع الخدامه فبني كون الملف هذا مش ناخذ عليه اجابه بدات تهز، قالوا لا سبيل اليه
الاطراف المحاضره كمعتمد اول معتمد شؤون الاقتصاديه المتفق سيد مندوب قالوا اذا كان من هنا نهار خمسه ما حليناش المشكله نمدوا له في العمر بتاعه في انتظار ناخذ رد من الوزاره على التقرير. شنو يمد له العطله؟ على اساس شنو؟ باش يقعد متواجد في لا جات عطله ما يجددلوش ما يرجعش يمدوا له بالعطله يقعد مرتاح ما يرجعش الاداره مره الوضع مشحون داخل الاداره لانه الموضوع طول فهمتني؟ موضوع طول وثم نوع من المماطله وعدم المصداقيه فهمتني؟ كما تم حتى كما قلت لك سبق وقلت لك كما ملف ما لقيناهوش في الوزاره برشا شكوك دخلت في الموضوع بتاع السيد هذا فهمتني؟ قالوا ما تدوروا بالعرض اذا كان ما توصلناش الحل من هنا للسنه وقت البرميل للبرميل للسنه. كيف للسنه؟ كيف للسنه ترجع يخدم ما تدوروش بالعرض ويعرفوا اللي الجو مشحون في المؤسسه ورجعنا جينا نهار الثاني نهار الارجاع ما عملنا حتى شيء اتصلنا به هو قلنا له كيفاش ما مدوش قال ما مدتش العرض وانا نخدم طلعنا السيد المندوب قال انا ما نجمش نمدد في العرض. كلمنا السيد المعتمد الشؤون الاقتصاديه سي بشير الكسوفي قلنا له راه ثم التزام ادبي واجلنا على اثر الاغراق باش السيد هذا اقل شيء مد له في عقد انتظار تحسن في الملف نتاعو فهمني هذا راه ما صارش راه مش معقول ما نحاول باش تدخل هذا نهار خمسه نهار سته قعد يخدم نهار خمسه نهار حتى نهار سته ما صار شيء عاودنا جبنا المتضررين بصفه مباشره اللي تو متضررين في العلاج نتاعهم يمشيوا ما يداويوش جبناهم لهنا للمؤسسه فهمتني قلنا له راهو الناس راهي متضرره راهو مش معقول باش يواصل هذا جاوبونا ما نحبوش نطاعوا راهنا حتى تو راهم نظروا اجلنا الاضرار رانا معناتها ضد الاعتصامات رانا ضد الاضرار ظروف بلاد ما عادش تسمح تحركوا كمسؤولين وحلوا الاشكال اللي هو يعتبر اشكال بسيط اتخاذ الاداره اتخاذ المسؤولين من التوجيه وحتى وزاره فهمتني وما سمعوناش والخدمه تستنى الى حد ان ومع التنسيق مع الجامعه والجامعه بتاعنا كان قابل والتنسيق مع الاتحاد الجهوي قررنا الاعتصام فهمني في نستناو تو في الرد فهمني العاجل يعني تو هنا الخدمه واقفه بالنسبه للخدمه استناو في الرد انتم تو جيتوا ك اعطينا الطلب نتاعك طلب الرد الرد على التقرير الرد على التقرير اللي هو مشى للوزارة من شهر جانفي 2011 إلى يومنا هذا ما جاناش رد كان نقابة أساسية فيما يخص السيد هذايا رغم الوعود ورغم جلسات العمل ورغم الاتفاقيات ورغم كل شيء وتشوفوا في المدة من جانفي لتو فهمتني وإلى يومنا هذا الاعتصام مفتوح هذايا هنا لا الاعتصام مفتوح فهمتني الطالب نطالبوا بالرد على التقرير اللي مشى من صفاقس فيما يخص السيد هذا رئيس دير التعليم السيد رئيس دير التعليم مرام كسكس طالبوا الوزاره باش ترد على التقرير اللي بعثته مسجل عنا في شهر شبيه في اذا كان ما خانتنيش الداتا في شهر جانفي خاطر المده طالت حتى بالضبط التاريخ خاطر ما قداميش الورقه فهمتني المده طالت ونحبوا الرد الفوري خاطر معاش الوضع معاش يتحمل اكثر من هذاك رد فوري هو